السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم؟ عاملين إيه؟ كل أصحابي وأخواتي متابعين القناة، بنصور لكم دلوقتي العربية الأودي A4 بعد غياب كبير قوي عن تصوير العربية دي، ممكن يخش في سنتين في القناة زي ما حضرتكم شايفين كده. العربية طبعا دي A4 S-Line، لازم تتأكد ان موجودة العلامة دي. طبعا ده الجنط بتاعها. العربية طبعا موديل 2024 زي ما حضراتكم شايفين كده. عشان طبعا تشوف العربية على ارض الواقع، احنا طبعا بنصور في شركة سيارات عبد الله في الشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر. بجوار طبعا مسجد الشرطة على المحور المركزي، المحور الرئيسي في اتجاه طبعا طلعة المحور يعني، وانت خلاص نازل على تمسك المحور ونازل على المهندسين هتلاقينا على ايدك اليمين بعد مسجد الشرطة على طول. اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي متابعيني في القناة وطبعا بيبذلوا مجهود زي ما انا ببذل مجهود وبصور لكم، وبيشتركوا وجميلكم ده فوق دماغي والله تمام. وكمان كل الزوار وكل الناس اللي بتعمل لي نقرات وكل الناس اللي بتعمل فيوز اشكركم جدا، ويا رب دايما نشوف بعض على في الخير يعني دايما تمام، وعلى افضل الاحوال. شكرا لكم ولدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.